كده. خليني اسالك استاذ محمد، وانت عامل صفر عن تاريخ الصحافه المصريه على مدى تقريبا 200 سنه صحيح، ويعني راصد تفاصيل التفاصيل، وربما يعني عشت مع هذه المجلدات الصحفيه اكتر مما عاش اصحابها معاها. ففي الجوله الرهيبه اللي اثمرت هذا المجلد الصفر العظيم بتاعك حوالين الصحافه المصريه، الملك وكتابه، او الملك والكتابه، الملك والكتابه صح، يا طلعت الملك بس الكتابه ده موضوع في طبعه جديده بقى مشيل الكتابه. خليني اسالك، كيف يعني شهدت رمضان وانت قاعد تفتح تاريخ سنه ورا سنه ورا سنه؟ بص انا حضرتك على يعني حاجه تبدو افيه، ان انا طول وقت وانا عمال اقرا المساله دي طول وقت، اي جيل بقى، اي جيل بقرا يعني بيكتب مقالات عن رمضان بيقول لك فين ايام رمضان بتاع زمان. يعني فعلا يعني يعني في مقالات رمضان في الثلاثينات بتاع زمان، يا ابني انت عشت رمضان بالظبط. على فكره لا، في مقال بالظبط بيقول انت عشت رمضان وشفتوش رمضان، وهو اتكتب في الثلاثينات القرن العشرين، يعني من 90 سنه بالظبط. شفت من زي فيلم العزيمة سنة 39 صحيح. أنور وجدي بيقول للأب، بيقول لأبوه اللي هو زكي رستم في الفيلم، بيقول له يا بابا احنا في زمن السرعة سنة 39 انتوا جيلكوا جيل تاني، انتوا زمانكوا في زمان تاني، احنا في احنا في عصر السرعة سنة 1939 ما كانش في سرعة زي بتاع فيلم بتاع بنات اليوم أظن اللي فيه برضو الام في اول الفيلم بتلوم ابنتها، انتوا يا بنات اليوم 1960 ولا 57 الكلام 57 وعباس فارس في الجواز على الطريقه الحديثه بعدها ب 10 سنين، انتم يا شباب اليوم عندكم حاله من السرعه، حاجه كده يعني بصوته القديم سعاد حسني وحسن يوسف. يعني انت عايز تقول لنا انه 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 بعد 100 سنه هنقول فين رمضان بتاع سنه 23؟ هو هي المشكله انه ده بيحصل طول الوقت، يعني كل جيل بيجي يتكلم فعلا على رمضان اللي قبله. ويعني انا المقال ده تحديدا مثلا بيتكلم عن في الثلاثينات عن رمضان اللي قبله، فبيقول فين رمضان لما كانت السهره بتاعته يبقى فيها سعد الزغلول مع قاسم امين ليله رمضان، يعني زي دلوقتي كده كده. فالفكره والله فكره وجيهه برضو. يعني ما تحسش انه صحيح. ايه ان في مبالغه، لا هو كانوا زملاء قاسم امين وسعد الزغلول برضو في الاول يعني بالظبط، وانه الاثنين قاعدين في الاثنين تلامذه لمحمد عبده، والاثنين عناصر ورواد تنوير كبير يعني. والجميل في القعده دي ان كان بيبقى فيها تفصيله ممكن تبقى غريبه شويه بالنسبه للناس، ان هو بقى فيها ناس بتغني وناس بتقرا قران، والاثنين موجودين طول الوقت في الجلسات بتاعه النصف الاول من القرن العشرين. جميل. اللقطه برضو اللي كانت موجوده برضو في نفس التوقيت ده، كانت طبعا الصحافه بتقعد تنشر، ودي تحديدا بقى اخر ساعه مع استاذ محمد تبعي في 34 و35 والفتره الاولى ليها، بيتكلموا بقى عن اللي بيحصل في الكواليس. فحصلت واقعه هم كانوا بيحكوها عن الجيل اللي قبلهم، ان تقدر تفطر في رمضان ولا لا. فبيقول انه في واقعه في عصر الملك فؤاد انه في وزير فطر في رمضان. المشكله مش في انه فطر، المشكله ان الناس عرفت الناس فطر جهرا اللي ما عرفوا وان الناس عرفت انه فطر، فالدنيا اتقلبت عليه لحد ما استقال من الحكومه فعلا. يا نهار ابيض اسمه مراد باشا. فمراد باشا اضطر يستقيل من الحكومه بسبب المساله دي. فيعملوها ازاي؟ هل ده معناه ان ما حدش بيطفي النار خالص لو مراد باشا ده عبر التاريخ؟ لا، الحقيقه مش كده. الحقيقه كتبتها اخر ساعه في قصه لطيفه وحقيقيه، مش يعني مش مجرد مش اشاعه مبالغه يعني. انه في وقت من الاوقات في رمضان كانت الحكومه مجتمعه، وطلع الساعي من الاوضه بعد ما خد الطلبات يعني، وكانوا في نهار رمضان، فقال سبعة قهوة لصليب باشا يا ابني. سبعة قهوة لصليب باشا. هو صليب باشا بسبعة في ستة فاطرين جابوا يعني الاستاذ يقولوا هم استخبوا في صليب باشا. فالواقعة دي كانت لطيفة جدا، انه قليل تاريخ للفاطر كشفوا بالظبط. بالاضافة انه صليب باشا كان وزير الحربية في الوقت ده، يمكن هو اول وزير مدني وقبطي للحربية. صليب باشا سامي ده واحد من الاسماء الكبيرة، مش بس كان وزير حربية أول يعني مدني يبقى وزير حربية، وكمان كان وزير مالية وخارجية وشؤون اجتماعية، ويعني هو صحيح عدى على وزارات كتير، كان مجلس وزراء لوحده. عدى على وزارات كتير، بس الملك فاروق كان لا يطيقه. يعني كان الملك فؤاد هو اللي كان بيحبه. الملك فاروق كان رأيه انه صليب باشا حد اللسان، لانه يبدو انه كان راجل ضيق الصدر واللي على لسانه بيقول على قلبه بيقول على لسانه فطرخ، ف
فالفاروق ما كانش مستحمل الكلام. هو غالبا اللي كان موصل الساعي بقى.